السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. معايا خبرين النهاردة، خبر عن الجميلة المحترمة عبلة كامل، وخبر عن الراقصة فيفي عبده، وطلب للنائب العام، ويا ترى هيتنفذ امتى. وفعلا فيفي عبده خايفة جدا، وده لأول مرة، ويبان عليها كل علامات الرعب من ان الحكم يتنفذ وإصابة الفنانة عبلة كامل بالسرطان. ورسالة قوية جدا جدا، واعتزالها الفن والتمثيل نهائيا. تفاصيل كتيرة قوي هتلاقوها معانا في الفيديو حصرية. خلونا نوحد الله ونصلي على رسولنا عليه الصلاة والسلام. وأنا برحب بكل متابعيني وأخواتي المحترمين. الفنانة أو الراقصة فيفي عبده تم الإبلاغ عنها من كذا محامي للنائب العام إنها طبعا بتنشر الفسق والفجور بعد وقاعة رأسها بالبشكير. أنا شايفة في أوضة حمام، يعني دي مش للرقص. احنا عارفين انك رقاصة وبتلبسي بدل رقص مثيرة، والمفروض ما تعمليش كده من الاساس، ولكن انتي حبيتي تستفز الجمهور، او بتثبتي لنفسك ان انا زي ما انا مهما امرض انا برضو زي ما انا صغيرة، او لسه زي ما انا بعافيتي وصحتي. زي ما هي ردت وقالت، ردها كان مثير قوي. ردت وقالت انتوا عارفين ان انا رقاصة، ارقص بفوطة حمام، ارقص ببدلة رقص، محدش ليه علاقة. انا هفضل ارقص لحد ما اموت، وامنية حياتي ان انا اموت على المسرح وانا لابسة بدلة رقص، وان يتحط لي بدلة الرقص في الكفن. تفاصيل كتيرة قوي قالتها عن الموضوع ده، وبصراحة بتدل على قد ايه انها بتخسر دنيتها واخرتها. فيفي عبده كانت مريضة، وكانت بتتوسل للناس انهم يدعوا لها، وتوسلت فعلا، وربنا اديها فرصة واتنين، وكل مرة بتفشل وتخسر في الامتحان وتطلع بجبروت انها قوية، او انها مستقوية، او انها خفت علشان انها كانت محسودة والحسد خلاص مشي عنها. هي قالت الكلام ده طبعا في برنامجها مع وفاء الكيلاني. متخيلين قد ايه فيفي عبده بتقول ان انا ربنا بيديني فرصة اخف علشان الحاجات الخير اللي انا بعملها. انا برقص وبشقى قوي، اوعوا تفتكروا ان الرقص دي حاجة سهلة، بالعكس انا بتعب ورجليا بتوجعني كتير لما برقص. طب حد جبرك تطلعي تغضبي ربنا؟ يعني انت كده بتغضبي ربنا، انت ازاي الدنيا سرقاكي بالطريقة دي؟ ازاي ربنا كل مرة بيديكي فرصة وبتخسريها؟ حرام عليكي، حرام عليكي، انت جدة وعندك احفاد، وحتى لو لسه صغيرة، ازاي قادرة تكوني بالمنظر ده؟ ان كل حد حتى يعني بيدعي لك المرة كده مش هيرضى يدعي لك، لانك بجد بتعندي وعندك، ده هيجي عليكي انتي. طبعا بنتها عزة مجاهد طلعت واتكلمت وقالت ان والدتي بتقدم رسالة، ورسالة هادفة، واي حد بيقدم قصادها بلاغ ده من الناس اللي هم الحساد، او الناس اللي مش عايزينها تنجح، لكنها هتفضل مستمرة وهتكمل. وطلبت ان كل محامي يقدم بلاغ للنائب العام انه يسحب البلاغ. انا شايفة ان المفروض محدش يسحب البلاغ، وان يكون في قانون رادع وقوي، لان فيفي عبده زيها زي سما المصري، زيها زي حنين حسام، زيها زي كل او بعض فتيات التيك توك اللي اتقبض عليهم لانهم بينشروا الفسق والفجور. ما اعتقدش ان هم بيعملوا اكتر من اللي انها بتعمله، بيطلعوا يرقصوا، بيلبسوا لبس مثير. ايضا فيفي عبده نفس الطريقة، علشان هي اخدت الام المثالية خلاص. في ستات شايلة بيوت وبمنتهى الاحترام، وبتشتغل وبتشقى على اولادها، ومحدش شايفهم ومحدش فاكرهم. دي بتطلع ترقص وتعري نفسها، وبتاخد الام المثالية. بصراحة الميزان اختل، ولكن احنا اللي عملنا في نفسنا كده. انا بطالب ان فعلا يكون على الاقل في حكم انها يقنن وضعها، مش وضعها هي بس، هي وغيرها. وان يعني انا اشك في ذلك، وده للاسف. انا حزينه ان انا بقول كده، ولكن هي فعلا عندها نفوذ وعندها سلطات تخليها لو هتقع حد يسندها والبلاغ يترفض. مش قادره اقول لها غير ربنا يهديها. ادخل معاكوا احلى الجميله الفنانه الرائعه المحترمه، تخيلوا كنا بنقول ايه ودلوقتي هنقول ايه عن فنانه قديره عبلة كامل، اللي بجد هي إنسانة
بتدخل كل بيت بحب وكل الناس بتحبها، وعايزة أكد لك إنك وجودك بس بيصير فينا الابتسامة والروح الجميلة بعكس ناس كتير. الفنانة الكبيرة المحترمة عبلة كامل تصارع السرطان في مرحلته الأخيرة. أنا حزينة إن أنا بقول لحضراتكم الخبر ده، ولكن الخبر ده أكيد يا جماعة، وهي فعلا اتصابت بالسرطان، والكلام ده مش يعني خلاها السنين اللي فاتت ما بتظهرش على الشاشة، وناس كتير قالت هي اعتذرت ولا لأ. عايزة أقول لحضراتكم في البداية ما كانتش معتزلة ولا حاجة، ولكن المخرجين والمنتجين بيعرضوا عليها أعمال لا تليق بيها، إزاي مش لاقيين دور يخلي الفنانة عبلة كامل تظهر تاني؟ ازاي مفيش دور؟ ليه بندور على الفن المبتذل والفن الرخيص علشان يطرقع ويمشي وخلاص وبعد كده يتنسي؟ مين ينسى ادوارها الفنانة الكبيرة عبلة كامل؟ طبعا هي حاليا اعتزلت بعد مرضها بالسرطان، وللأسف مش هتتراجع عن القرار ده. اللي قال كده طالقها ووالد ابنائها، عندها بنتين زينب وفاطمه، وبعدها كانت متجوزه كمان الفنان خالد الجندي، طبعا اتجوزته لمده سنتين وما حصلش وفاق واتطلقوا، لكن طالقها بتربطهم علاقه صداقه انهم ما بينهم بنات. طلع واتكلم وقال هي فعلا مريضه لكنها راضيه جدا وحمد ربنا جدا، وبتقول اي حاجه من عند ربنا انا راضيه بيها. ايضا قالت ان قال ان السرطان ده مرحلته متاخره، ولكنها الحمد لله عندها عزيمه وقوه بتصارع المرض، وان شاء الله هتنتصر عليه بايمانها. الفنانه الكبيره عبله كامل اخر ظهور ليها كان من 5 سنين، 5 سنين كان اخر حاجه الجزء الخامس من مسلسل سلسال الدم، ومن بعدها ما ظهرتش خالص. الناس اللي بتسأل عليها آخر ظهور ليها كان يوم عيد ميلادها 17 سبتمبر، تم طبعا صورة ليها بسيطة، هي مش دائمة الظهور، ولكن طبعا ناس كتير بتسأل عليها وبتحب دايما تعرف أخبارها وتطمن عليها. بطلب من حضراتكم جميعا، ولا لايكات ولا اشتراكات ولا اي حاجة، عايزة من حضراتكم تدعوا لها، لان الست دي بجد بتسكن قلوبنا جميعا. انا من عشاقها لأنها بجد بتقدم فن محترم يدخل أي عائلة مصرية أي عائلة عربية كمان في منتهى الأدب والأخلاق. نتمنى ليك دوام الصحة والعافية وترجعي تاني لتمثيلك المحترم والفنك الراقي، إلا أني أشك أنها هترجع تمثل تاني، بس عموما في أي حال من الأحوال كلنا بنحبك وبندعي لك أن ربنا يقومك بألف سلامة. انا بشكر حضراتكم جدا، ولو في اي تفاصيل جديده عن حالتها الصحيه ان شاء الله هوفيها، لكن حاليا هي مش في مستشفى، هي طبعا بتكمل علاج، احنا عارفين علاج السرطان، ربنا يعافيها ويعافينا جميعا. بشكر حضراتكم جدا، سلام عليكم.